ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات يوم 5 اغسطس لعام 2022. مبدئيا يوم 5 القمر موجود او مازال موجود في برج العقرب. طيب احنا عندنا طاقه اليوم هتبقى كتير رائعه جدا للابراج المائيه، برج العقرب، السرطان، برج الحوت. جدا جدا يجب على الابراج دي استغلال طاقه اليوم قوي، والابراج الترابيه كذلك الامر. بعض الابراج اللي هقولهم تحذيرات مهمه يعني لازم ياخدوا بالهم كويس قوي قوي منهم. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول ونتكلم على كل برج عشان الوقت ما يسرقناش. نبدأ ببرج الحمل. برج الحمل احنا عندنا طاقة اليوم هتكون رائعة كتير، عندك مشاوير بتخلصها، عندك اجراءات بتخلصها، حاجة متعلقة بامور خاصة برسميات، اوراق، التزامات قانونية، ورقية، بنكية، حاجة ليها علاقة بهذا الامر جدا. فاحنا هيكون عندنا التزامات انت بتخلصها كتير او بنجري فيها، بتحاولوا كتير تخلصوا شغل، بتخلصوا حاجة ليها علاقة بمتطلبات مهنية، عندك كمان الامر في تعاملات مالية، اليوم فيه متطلبات مالية، إجراءات مالية. فبالنسبة لنا طاقة اليوم هيبقى فيها كتير من أمور مالية ومتعلقات ليها علاقة بمشاوير وإجراءات وأمور قانونية وأوراق والتزامات، لكن كل المتطلبات دي بتخلص بإيجابية حلوة قوي، بتخلص بجو مناسب، بتخلص بهدوء، بس انت عندك طاقة لده. كمان هيكون عندك في حاجة، موضوع جديد او عمل جديد او خطوة جديدة انت بتحاول كتير تستكمل فيها عدة خطوات. برج الثور. برج الثور اليوم انت عندك فيه شراكة، هتكون شراكة سواء مهنية او عاطفية لكنها داعمة كتير لينا. هيبقى عندك كتير انك انت داعم قوي لحد، وكمان في حد كتير دعمك، عندك طاقة رائعة جدا جدا، طاقة متميزة اليوم، حلو قوي على فكرة للخطوات المهنية، لان انت تصلح علاقات، لان انت تبتدي خطوات مميزة، لان انت تبرر مواقف. فاليوم بالنسبة لك اكثر من رائع. الحبيب هيبقى بيدعمك جدا على فكرة، وهيكون في كلام لذيذ كتير هتبقى بتسمعه خلال اليوم. الجوزاء. برج الجوزاء اليوم انت بتسعى كتير الى الاستقرار، بتسعى كتير الى ان انت تخلص مشاكل، تخلص ضغوط، تخلص من متطلبات متواجدة في حياتك، فده هيزايد عليك شوية، هتحس شوية بتقل، هتحس شوية بمتطلبات زيادة، فده هيأثر على صحتك نوعا ما، هتحس بمجهود. فحاول على قد ما تقدر انك انت تأجل الامور اللي زي كده، يعني لو قدرت، اذا كنت مضطر فما ده ما يمنعش ابدا ان انت تستعين بحد. يعني اليوم بالنسبة لك لو انت استعنت بشخص ان هو يخلص لك مشاوير، اجراءات، تعاملات، ده هيبقى امر جيد جدا جدا ليكم يا برج الجوزاء. الوضع الصحي، سواء كنتوا بتعانوا من مشكلة فحاولوا كتير ان انتوا لا تترددوا في الزيارات للطبيب. ده بالنسبة للجوزاء جدا. برج السرطان. برج السرطان انت عندك يوم هيكون جيد كتير جدا، يوم ايجابي، القمر موجود بالمنزل الخامس، عندك في بدايات حلوة، لما عائلية، ترابط عائلي جيد جدا، في اجواء ليها علاقة بتعامل مع اشخاص كتيرة، في عندك تحسن في العلاقات بقدر كتير هايل، عندك بدايات لذيذة، عندك نسبة مواليد عالية جدا، عندك اخبار سارة متعلقة بسفر، انتقال، بداية جديدة في حياتك، ففي عندك حاجة مهمة بتحصل عليها، لدرجة انك هتحصل على معلومات جيدة خلال اليوم. اليوم نفسيتك هتبقى حلوة كتير، اليوم حلو قوي ان انت لو عايز تقدم على وظيفة، تصلح علاقات، تتخذ خطوات، اليوم مناسب كتير ليك لأي بدء خطوة يا برج السرطان، يوم فعليا مدعوم بكل المقاييس. برج الأسد. برج الأسد انت عندك تقل شوية نتيجة مشاوير، نتيجة متطلبات، نتيجة فكر كتير جدا، بتفكر في العديد من الأمور، عندك كتير من المتطلبات الفكرية فعليا، عندك كتير من الاحتياجات للمشاوير والإجراءات والجو ده كله، وده بيأثر عليك، أو بيأثر عليك في ان انت تبقى حاسس بضغط نفسي، عندك فعليا ضغط نفسي، خاصة في كمان أمور متعلقة بالشأن المهني، متعلقة بمشاوير، متعلقة بماليات، بأمور تخص ممتلكات، بتفكر كتير في ده، عندك مشاوير لده، إجراءات ليها علاقة بهذا الأمر، كل ده بيخلي عندك توتر ذهني يا برج الأسد. فده شكل اليوم بالنسبة لك. أما برج العذراء. برج العذراء بالنسبة لك انت عندك يوم هيكون كتير جيد، في تواصل فكري حلو جدا، بتقدر ان انت تقعد مع نفسك، تطلع بافكار جيدة، تطلع بقرارات متميزة. بالنسبة لك اليوم يا برج العذراء عندك اجواء اقدر اقول انها مفرحة كتير جدا جدا، بدعم من العلاقات، يعني انت
عندك كتير من العلاقات، اشخاص قديمه بترجع لهم، عندك تواصل مع الاخرين برغم ان انت عندك عداءات من خلال تاثير الشمس عليك، الا ان عندك اشخاص داعمين ليك ويقفوا قدام العداءات دي. يعني عندك اشخاص يساعدوك، يساندوك بتعاملات، يساعدوك بتواصل مع حاجه انت عايز توصل لها، يساعدوك ضد اشخاص بيحاولوا ان هم ياذوك عامه. يعني عارف فكره الشخص اللي يرد غيبتك ده جدا اليوم ده جدا. برج الميزان، مازال عندك اشخاص هيكونوا طمعانين فيك، مازال هيكون في جدل على امور خاصه بماليات، امور خاصه بممتلكات، هتحس كتير ان انت مطمع، ولكن هتعرف كويس قوي قوي انك تصد وتوقف كل شخص عند حده، فهيكون عندك القوه في ان انت ترد حقك. بس خلي بالك من الامور القانونيه والقضائيه، وخلي بالكم كويس قوي من كلامكم، لان كلامكم هيكون بيحتسب عليكم كتير، خاصه الكلام في امور ماليه ومهنيه وامور تخص وضع قانوني او قضائي، فلازم تاخدوا بالكم كويس قوي قوي يا برج الميزان. اما بالنسبه لي برج العقرب، برج العقرب احنا عندنا يوم مليء بالتعويض، يوم ايجابي جدا، يوم مدعوم بشكل كتير حلو، يوم اخباره سر قوي، يوم بالنسبه لك انت تقدر ان انت تعمل فيه اللي انت عايزه، انت مدعوم من عندك اللي هو وقت تعمل فيه اللي انت عايزه، عايز تقدم على وظيفه، عايز تصلح علاقات، عايز تقرب مش عارف من ايه، اليوم حلو كتير. اليوم انت عندك فيه لمه عائليه وترابط حلو واصدقاء وجو حلو كتير جدا، اشخاص بيدعموك بقدر كتير قوي. عندك فعليا تعويض، حاول كتير انك تخلص كل مشاويرك واجراءاتك، عندك مشاكل او ازمات استعين باشخاص يحلوها معاك، عندك يوم انت تقدر توصل للي انت عايزه جدا، فاليوم فعليا مدعوم بكل المقاييس لك يا شخص العقرب جدا جدا. هتحس كمان بدعم نفسي، يعني هتحس ان انت مبسوط سعيد، هتحس ان اليوم فيه نسمة هواء حلوة، الجو ده. اما بالنسبة لبرج القوس، برج القوس خلي بالكم كويس قوي اليوم معادي لكم، يوم هيبقى فيه طاقة عدائية انت بتقوم بيها وبتجيبها لنفسك، خلي بالكم كتير من المشاكل، ابعدوا عن المشاكل الاستفزاز، هقولها لكم بصورة نصايح افضل. فلان يعني في اشخاص هيبقوا بيحاولوا كتير يتعقبوا اموركم، يضايقوكم، ابعدوا عنهم، حاولوا كتير ان انتوا تاخدوا قرار يحميكم. عندك ان انت هتبقى مطمع، عندك ان انت هتحس ان في اشخاص بيتعالوا عليك، بيتنمروا عليك، بيحاولوا كتير ان هم يؤذوك نفسيا، حاول كتير انك تدعم نفسك، ما تسيبش نفسك ليه انك تكون تهلكه في ايد حد، خلي بالكم كويس قوي. عندك اشخاص بيحاولوا كتير ان هم ياخدوك في كماشه، خلي بالكم كتير يا برج القوس. النقطه الثانيه ان انتوا لازم تاخدوا بالكم كويس قوي من كلامكم واسلوبكم وعصبيتكم والكلام في امور قانونيه قضائيه اوراق مال ممتلكات، لان لو اتكلمتوا في حاجه ليها علاقه بهذا الشان والحاجه دي ما فيهاش حقوق ليكم بالذات، فده هيكون بيخسركم كتير وكتير. ده بالنسبه لبرج القوس، لازم تخلي بالكم كويس قوي. انا بقول لكم ايه لان دي نقطه مهمه. يعني الجدي، برج الجدي اليوم حلو قوي، يوم حاولوا كتير تخلصوا فيه مشاويركم واجراءاتكم وتعاملاتكم، اليوم جيد كتير في التواصل مع الاخرين، يوم حلو قوي. كنت اقول لي مش عارفه كنت اقول ايه، المهم يعني فبرج الجدي فانت عندك كتير جو استقرار مع الاصدقاء، جو استقرار مع العائله، يمكن بتقضي وقت حلو مع الاصدقاء او وقت حلو مع العائله، في تقارب اكثر، في ود اكثر، بنقعد مع بعض وقت احسن، فعندك ده جدا يا برج الجدي. برج الجدي عندك دعم من اشخاص، في اشخاص كتير هيكونوا بيدعموك وبيقفوا معاك وبيساندوك بعده قرارات وبيساندوك في كتير من المواقف يا برج الجدي، حاول فعليا ان انت تكون مندمج اجتماعيا، لان ده الدعم النفسي لك اللي انت محتاجه فعليا. اما بقى بالنسبه لي برج الدلو، برج الدلو اليوم بالنسبه لك مش الطف حاجه، طبعا وجود القمر ببرج العقرب ده امر معاكس لك، لازم تكون حريص جدا جدا، لازم تاخد بالك كويس قوي، لان اليوم بالنسبه لك ما ينفعش ان انت تدخل فيه في امور خاصه بقرارات، يعني ما بلاش قرار، ما بلاش ان انت تدخل في امر مهني، ما بلاش شراكات، ما بلاش عقود، ما بلاش اوراق، خلي بالكم كتير من اي حاجه متعلقه باي امضه ورقه، الجو ده كله خلي بالكم كتير، واحذروا من اي تلاعب ان هو يتم ضدكم، خلي بالكم كتير، خلوا اليوم يمشي بشكل روتيني احسن، او تاخدوا اليوم اجازه، يعني انتوا لو قدرتوا تاخدوا يوم اجازه وما تدخلوش في اي طاقه عند مشاكسات خلافات اي حاجه ليها علاقه بامضه اوراق رسميات امور قانونيه امور قضائيه امور خاصه بمال، يبقى ده افضل بكتير، لو انتوا بعدتوا عن كل هذه الامور يبقى افضل جدا. الحوت،
برج الحوت يوم حلو كتير، يوم مدعوم جدا جدا، يوم مليء بالإيجابية، يوم حلو ان انت تقدم على وظيفة، تصلح علاقات، يوم محظوظ انت فيه جدا جدا. طاقتك النفسية حلوة قوي، هتحس كتير ان انت متألق اكثر، هتحس كتير ان انت عندك تعويض، يوم حلو للتقارب ما بينك وما بين الآخرين وتصحيح العلاقات، يوم حلو جدا لدعم علاقاتك ما بينك وما بين الآخرين، يعني يبقى في تواصل اكثر، في تقارب اكثر، سواء اصدقاء سواء اهل سواء الحبيب. فبالنسبه لك يوم هو رائع فعليا ومتميز كتير، خاصه كمان الامور اللي هي الناس اللي انت بتحبهم وبيحبوك، يوم حلو قوي قوي، هتعيش جو نفسي حلو مع الناس اللي انت بتحبهم وبيحبوك. طيب ده بالنسبه لبرج الحوت، وده بالنسبه لكل الابراج. بتمنى لكم يوم لذيذ عليكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.